يعني احنا بدل ما بنعمل كونتور للشفايف هناخد لون الكونتور ونعمل بيه لون روج. بصراحة طلع حلو قوي وعايزة اجربه. يلا نجرب. انا جبت نفس الدرجة من الكونتور اللي هي استخدمته في الفيديو واحطه كده فوق وتحت على الشفايف كلها. انا كده حطيت الكونتور من فوق ومن تحت على شفايفي كلها. حاسة شكلي غريب قوي لاني انا بحط الكونتور على طرف الشفايف من فوق ومن تحت عشان يدي فوليوم، فغريب بالنسبة لي ان انا حطيته على شفايفي كلها. هجيب بعد كده الكونسيلر زي ما هي ما عملت وهحطه في نص الشفايف كده. هنجيب فرشة مبططة كده وهنحاول ان احنا ندمج الكونسيلر مع لون الكونتور عشان يديني لون الليبستيك اللي هي حطيته. ده شكل الكونسيلر مع الكونتور. بعد كده هنجيب ليب جلوس وهنحطه عليه، جايز يديني شكل كويس. انا حاسه ان انا لقيت بقي يا جدعان، حاسه ان انا لقيت بقي خالص. ده غير ان الكونتور مع الكونسيلر مع الليب جلوس حاسه ان هو مش ثابت، بس في ملحوظه صغيره قوي قوي بس حابه اوضحها. في لوكات جريئه قوي بنشوفها اللي هي السموكي والالوان الفقعه قوي بيحبوا معاها درجه الليبستيك دي، بتبقى شكلها حلو، ما حبيتهاش خالص. فاللي عجبته فيكم يجربها، اللي ما عجبتوش ما يجربهاش. بس طبعا ما تنسوش رايكم في الكومنتات، وكمان ما تنسوش الفولو واللايك.